استاذ شريف برضو حابب اسمع منك تعليق. بص يا كابتن، اولا يعني احنا يعني المساله مش مساله استقاله اتحاد كوره او اقاله جهاز فني، المساله اكبر من كده. المنظومه فاسده، وللاسف الشديد ده مش وليد المرحله الحاليه. ولو نرجع بالذاكره كده عقب تاهلنا لكاس العالم 2018 في 2017، منذ ذلك التاريخ ونحن نعاني انهيار اداري داخل اتحاد الكره، انهيار كبير جدا جدا جدا. ويمكن حضرتك كان ليك تجربه سابقه في اتحاد الكره وتعاملت مع عديد الشخصيات، رؤساء واعضاء مجلس اداره. صحيح. البدل وسعت. البدل في الرياضه وسعت. وسعت. كان عندنا اسماء نحترم، عندهم اخطاء لكن عندهم رؤيه وعندهم فيجن وعندهم كان عندهم مشروع وكان حريصين على مصلحه البلد. لكن للاسف الشديد من بعد تاهلنا لكاس العالم وكل اللي موجودين داخل اتحاد الكره او اغلب اللي كانوا موجودين داخل اداره اتحاد الكره كان همهم الاكبر مصالحهم الشخصيه، مكاسب، مغانم، ازاي نستفيد من صلاح في تحقيق اهداف شخصيه. للاسف الشديد عانينا طوال الفتره دي، حتى طبعا الاداء المخزي لينا في كاس العالم، مرورا بالخروج من دور 16 في كاس الامم اللي نظمتها مصر 2019، مرورا بتجاربنا مع عدد كبير من المدربين لم ينجح احد. حتى كروش لما يعني وصل لنهائي افريقيا، وصل للمباراه النهائيه في تصفيات كاس العالم، ولكن لا ده اتحقق ولا ده اتحقق، وكان ادائنا عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا. ويمكن انت حضرتك في المقدمه كنت بتقول كنا بنهاجمه عشان الاداء. بالتاكيد في التاريخ هنقول النتائج، لكن النتائج برضو انت خسرت امم افريقيا وخسرت ما رحتش كاس العالم، ودي يعني مشكله كبيره جدا. طموحات 110 مليون مواطن مصري ان احنا كنا نبقى موجودين في كاس العالم للمره الثانيه، خاصه في وجود واحد من اهم ثلاث لعيبه على مستوى العالم محمد صلاح، يعني ده كان اضافه لينا وتاريخ لينا ان احنا نبقى موجودين في كاس العالم. فللاسف الشديد كل ده وصلنا للي احنا فيه دلوقتي، ان احنا عندنا مجلس اداره لاتحاد الكره مع احترام لاشخاصهم جميعا ولقدراتهم الشخصيه وكل حاجه، لكن قليل الخبره بالتعامل مع الملفات. شفنا كل الملفات اللي دخلوا فيها منذ قدومهم في 5 يناير الماضي كلها اخطاء، يعني يعني تؤكد فشلهم في اداره ملف كره القدم، بدايه من يوم ما خسرنا من نيجيريا في اول مباراه لينا في كاس الامم وتسريب الشرط الجزائي وعقد كروش. دي بدايه الخطا وبدايه اخطاء هذا المجلس، وبدايه ان انت ما عندكش متحدث رسمي يخاطب الاعلام. ليه متحدث؟ مش هو اللي بيتحدث، ده الاتحاد كله بيتحدث. يعني حضرتك الاتحاد يعني واحد متخصص يرد على الاعلام، عنده الملكه دي، ما هو مش اي واحد يطلع في الاعلام. صحيح. معلش، مع احترامنا للاستاذ وليد العطار، يعني ده موظف اداري، ايه علاقته بالتعامل مع الاعلام؟ ايه خبراته في التعامل مع ما هو مش اي حد، ومش اي حد يسيطر على موقعه. ان انا خلاص انا طالما انا المتحدث الرسمي مفيش حد يتكلم. حضرتك من يوم الخميس الماضي حتى اليوم سمعت كام عضو مجلس اداره دخل جول في مداخلات وعملت ازمات، من بينها ازمه رئيس الاتحاد نفسه يوم السبت الماضي في اعقاب مؤتمر النادي الاهلي، لما طلع وقال انا مدي مكلف حازم امام، كابتن حازم امام وكابتن بركات يبحثوا عن سيره ذاتيه والمدير الفني في الطياره. صحيح. دي ازمه كبيره طبعا، دي ازمه كبيره. يعني انت مع احترامنا للاستاذ جمال علام وهو صديق وصديق عزيز، لكن ما ينفعش، ما ينفعش. يعني دي محتاجه كياسه في الردود، ما تدخلش كده، ما تقعش في الكلام كده. نعم. وبعدين ترجع تطلع بيان هزلي، قال لا انا ما قلتش كده، ده انا قلت لهم تحسبا لاي ظروف نشوف اي مدربين اجانب. يعني حتى البيان مفيش كده، ادانه مفيش يعني كده، مش هبرقه، ادانه بالظبط. فاحنا بنعاني من ازمه كبيره جدا 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 على المستوى في إدارة الاداري ملف كره القدم. الازمه مش ازمه مجلس يمشي، ما هو الازمه الاكبر مين اللي جاي. ما انت لما حضرتك بص كده في كوادر قويه، مصر مليانه محرومه من دخولها، محرومه. لا ليه؟ الكوادر محرومه لانها جمعيه ودواره، جمع يعني دول بيمشوا يجي اللي كانوا قبلهم، دول يمشوا يجي اللي كان بعدهم،
يعني هي بس يتهيألي احنا بدأنا نتعلم الدرس يا استاذ ايمن، يتهيألي يعني بعد الازمات دي. هو احنا